تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بعد فوز اليوم النادي الاهلي على فريق انبي بثلاث اهداف مقابل لا شيء، الاهلي مع موسيماني شكل تاني ما شاء الله ما شاء الله، نمسك الخشب مع مدير الكوره يعني نجم مصر والنادي الاهلي الاهلي مع موسيماني شكل تاني ما شاء الله، نمسك الخشب حاجه ما شاء الله. كوره الاهلي بيلعب كوره من زمان، بقالنا فتره كنا بنكسب بس الجماهير الاهلي عاوزه الاداء، النهارده في الحمد لله مكسب وفي اداء كمان الحمد لله. طبعا يمكن نتيجه مهمه برضو في اطار استعدادنا وتحضيرنا لمباراه الوداد، يعني الاداء يمكن الشوط الاولاني كان اكثر من ممتاز ورائع كمان، يعني الشوط الثاني طبعا يعني على فترات، لكن انت برضو بتلعب كورتك وبتبني هجمتك وبتفنش هجمتك وتحركات في كل مكان في الملعب، يعني الحمد لله طبعا على كل شيء. يعني يبقى بس ان احنا كمان مباراه بيراميدز ان شاء الله الرحمن، وبعد كده هنسافر على المغرب باذن الله. اصابات كتير قوي وضغط المباريات وكل 3 4 ايام ماتش، يمكن كل 3 ايام ويومين كمان بقى ماتش. ايمن اشرف النهارده بيخرج مصاب، الاول طمنا عليه. لا ايمن احنا اي حد بمجرد بس ما بيحس بحاجه، يعني يا دوبك بس ما بيشعر بحاجه خلاص بنغير على طول. يعني ايمن اول ما قال لي ان السمانه بدات يا دوبك تتقل على طول كده، فالراجل راح مطلعه على طول. عارف المكان ده اساسا يعني برضو احنا عندنا فيه غيابات كتير، يعني حتى مروان في الشوط الثاني اول ما بدات احس باجهاد شويه بيتم تغييره على طول. اي حد في الفتره اللي جايه او الفتره اللي هي تسبق مباراه الوداد بالتاكيد عايزين انه نسافر الوداد، وده الاهم في المرحله ديت ان احنا كاملين العدد ويبقى ما حدش عندنا نقص، يعني بكفايه اللي غايبين يعني.